إخواني أخواتي عشاق قناة أبارتمون فاس، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل والمتابعين لهذه القناة، هذه الآن أبارتمون فاس جبت لكم شقة جميلة جدا، يعني كسميتها عروسة الشقق، شقة فاخرة بموقع راقي في مدينة فاس، ألا وهو شونتكورس، لأصحاب الفخامة والضخامة. شقة الآن اللي كتواجد بالطابق الأرضي، كنطلعوا لها بالدروج. اخواني اخواتي، المساحه ديالها هي 195 متر اللي كتواجد في قلب التيتر. كتشوفوا ما شاء الله صالونات مبهجين جميلين ورائعين. هاد الشقه اخواني اخواتي اللي فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل اللي كيحتوي على ثلاثه ديال طوموبيلات. هاد الشقه اللي فيها ثلاثه ديال الغرف، وكذلك جوج ديال الحمامات، وكذلك اخواني اخواتي لاكور، والكوزينه اللي غتشاهدوها معايا كبيبره وجميله. لمساحات لعشاق المساحات الكبيره، الان عرض من عروضنا الشيقه اللي دائما كنبهركم بها اخواني اخواتي. شقه جميله والموقع راقي، كيف ما قلت لكم شونتكورس، قريبه جدا للبارك، بعد خطوات على رجليك هانتايا في البارك. هنا كنمتعكم اخواني اخواتي بجماليه ديال هاد الصالونات اللي كتشوفوا المساحه ديالهم ما شاء الله كبيره، وكذلك هاد زين ديال لي سبوت، وهاد تريات اللي كتشوفوا معايا ديال كريستال اللي عاطين واحد الاضاءه جميله لهاد الصالونات. من هاد الواجهه اخوتي كتشوفوا معايا صالون بلدي جميل جدا. واخواني اخواتي، بالنسبه انا غادي نذكر ثمن البيع ديال الخاوي، واللي بغاها بكل ما كيتواجد فيها من هاد اتات فاخر، مرحبا واهلا وسهلا اللي بغاها عامره. هنا يا خوتي كتشوفوا معايا الصالونات، كاين صالون بلدي وكاين صالون ستيل عصري مودرن جاي رائع الاخوان. شوفوا بان هاد اللوين المفتوح الموف عطي واحد الرونقيه، واحد الجماليه لهاد الصالونات. هنا خوتي كنمتعكم من هاد الواجهه بهاد المنظر الجميل ديال الصالونات، واللافونتاج الكبير خوتي انها ذات واجهتين، يعني جوج ديال لي فاصاد فيها. كتشوفوا معايا الجماليه خوتي ديال الصالون، هذا كتشوفوا قبالتكم جميل جدا. كيف ما قلت لكم الاخوه، اللي بغاها هكا مرحبا واهلا وسهلا، واللي بغاها فارغه مرحبا يفرشها بذوقه الخاص. شاهدنا هاد الصالونات جميلين اللي منورين هاد الشقه هادي. هذا المدخل الرئيسي، مني كندخلوا عنده باب سكريتي بالانوكس، يعني شي حاجه مزيونه. هنايا الاخوان كاينه لانستالاسيون ديال التلفزيون اللي جايه امام الصالون والسيجور، ام جوج ديال الصالونات فيها فصاله جد ممتازه. كاين اخواني اخواتي هنايا الحمام وكذلك الكوزينه، وجايين كنهبطوا في هاد الدريجات مباشره كنلقاو ثلاثه ديال الغرف. غادي نمشيو نشاهدوا الكوزينه خوتي، وهي الاولى. كاين لانترفون كاميرا اللي كتشوفوه معايا، كليماتيزور سونتراليزي كيتواجد في قلب هاد الشقه. عشاق شونتكورس، الان ابارتمون فاس جابت لكم هاد الشقه جميله. هنا اخواني اخواتي كاين فاسك اللي كتشوفوه بالرخام من المرايه ديالو، كذلك كاين طواليت ديال ليزان فيتي. اما الفينيسيو تبارك الله ما شاء الله فينيسيو رائع، كتشوفوا غير من البيبان وكذلك من الرخام اللي كيتواجد فيها. وندخلوا على بركه الله، كاين هنا كولوار كبير عاد مباشره كتدخل الكوزينه. الكوزينه اللي المساحه ديالها ما شاء الله غتشوفوها، اللي غادي تعشقها اي انسانه في البيت ديالها. شوفوا المساحه تبارك الله الكبيبره ديال هاد الكوزينه، كذلك كتشوفوا السقف ديالها بلي سبوت، وكاينه الطبيله كتشوفوها قبالتكم في قلب الكوزينه، يعني كبيره خوتي، واخده المكان ديالها المناسب بالتلفزيون في قلب الكوزينه. وكتشوفوا هاد النوعيه ديال الرخام اللي كيتواجد الاخوان في هاد الكوزينه، اللي جاي اسورتي مع الكوزينه اللي كتشوفوها بالهاش تي ام، كتشوفوها مزيونه كذلك بهاد اللوين الابيض والاسود اللي عاطيه واحد الجماليه لاكويزين. كتشاهدوا معايا لاهوت، وكذلك البلاك، وكذلك الفران اللي كيتواجد في المكان ديالو، لانستالاسيون ديال الماكينه ديال الماعن، وكذلك لانستالاسيون ديال
الماكينة ديال الصابون في المكان ديالهم، وكذلك الانستالاسيون ديال الشوفو الإخوان والسانيتير اللي كتشوفوه معايا من نوعية الجيدة. إخواني أخواتي، شقة الناس اللي كيهتفونا وكيبغيو في شونت كورس، الآن عرض من عروض أبارتمون موفاز اللي دائما كتبهركم بالجديد وبالأفضل. ها هي كاينة شقة جميلة، كنتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم كيف ما نال إعجاب ديالنا. هنا خوتي كتشوفوا الباب ديال لاكور اللي كتشوفوه بالإنوكس، ها انتم كتشوفوا خوتي هذا الباب سيكوريتي ديال لاكور، وعاد كاين الباب اللي كوليس بالألمنيوم. ولاكور خوتي هو هذا، تتشوفوا المساحة ديالو حتى هي كبيرة، وكتشوفوا أنه مغطي النص ديالها الفوق والنص مدخل الشميشة والتهوية لقلب هاد الشقة. وشتي معايا أن السيدة نشرة غيف في قلب لاكور، يعني الإنسان لا داعي أنه يطلع حتى السطح. المساحة الكبيرة ديال الكوزينة اللي جاية غزالة ما شاء الله، البلاصة ديال الكونجيلاتور كذلك ديال الثلاجة واخدة المكان ديالها. متعتكم خوتي بهاد لاكوزين جميلة. الآن غادي ننتقلوا مباشرة باش تشاهدوا معايا ثلاثة ديال الغرف اللي جايين على الواجهة الأخرى، وعندها شوفة غزالة ما شاء الله على الجريدة مباشرة، يعني في محلتي السراجم كتلقى الفيزافي ما عندكش مباشرة للجردة، يعني جوج الواجهات بجوجهم للجردة. وهذا هو الهبطة ديال اللي غادي نهبطوا باش تشاهدوا معايا الغرف. غادي ندخلوا الغرفة الأولى اللي غتشوفوها معايا ما شاء الله كبيرة، كندخلوا مباشرة الدخيلة كنلقاو هنايا قبلتنا حمام مزيون. هذا حمام اللي جاي في قلب شومبرا كوشي، كتشوفوا معايا كاينة الطواليت وكتشوفوه كامل بهاد النوعية ديال الرخام اللي جاي مزيون. وكتشوفوا الفاسك شحال كبيبر، الفاسك حتى هو اللي هاز جوج ديال لافابويات، كتشوفوه معايا من نوع ديال روكا. والسانيتير كذلك اللي جميل، وعاد جاي وراء الباب خوتي جاي الحمام اللي قبلتنا، كتشوفوه مصوب بالجاج والإنوكس. وغادي نفتحو لكم الباب باش تشوفوه من الداخل، كتشوفوا النوعية ديال الحمام اللي غادي بهاد التحجريات، وكذلك كتشوفوا أنه كبيبر وبالجلسة ديالو، كتشوفوا الجلسة في وسط الحمام وبرخام الإخوان. هنا غادي نمشيو مباشرة باش تشاهدوا معايا البيت شحال كبيبر. البيت خوتي اللي غادي تشوفوا جاي مزيون، جاية فيه جلسة رائعة كتشوفوها قبالتكم انتوما، وكذلك كاين البلاكار اللي قبلتنا، البلاكار اللي واخد المساحه ديال من الحيط حتى الحيط مباشره، كتشوفوا حتى العلو ديالو. كاين كيف ما قلت لكم كليماتيزور سونتراليزي، وكذلك كاين كليماتيزور في قلب بيت النعاس. انتوما كتشوفوا معايا الاخوان البيت كيف داير، يعني كيف ما قلت لكم الطليلات كاملين مباشره الاخوان على جريدات ديال الدار، دايره كامله على الجريده ديال الدار. كنتمنى الناس اللي عشقوا هاد لابارتمون يجيو يشوفوا جماليه ديال هاد ريتشوسي او هاد الطابق الارضي اللي كنطلعوا له مباشره بالدروج عالي جاي، حيث لا كامل باركينغ ديال الطوموبيل كاين في وسطو. شاهدتوا معايا خوتي الغرفه الاولى، هذه الغرفه الثانيه تبارك الله ما شاء الله مشمشه، كتشوفوا الشميشه داخله حتى القلب البيت كتشوفوها معايا، كذلك كتشوفوا المساحه ديال البيت كبيبره، وكتشوفوا كذلك البلاكار اللي قبلتنا. كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي، دائما شعارنا اللي ما شرى يتنزل، كناخذوا من هذه القناه اخواني اخواتي عده افكار جميله اللي كتنفعنا في الحياه ديالنا. كاين ما بين البيت والبيت حمام اخر كبير اللي فيه البنوار كتشوفوا قبالتكم، وكذلك فيه خوتي كاين لافابو، وكاين كذلك طواليت، وعندو سرجم كبيبر اللي مخرج التهوية الخارج ديال الحمام. وغادي تشاهدوا معايا البيت الثالث اللي كيتواجد في هذا
الطابق الارضي كتشوفوا المساحات ديال البيوت كاملين كبارين، ولافونتاج اللي عنده انه عنده جوج ديال الواجهات. كذلك خوتي البيوت كاملين بلي بلاكار ديالهم بلانستالاسيون ديال الانترنيت وكذلك بلانستالاسيون ديال التلفزيون. شقه جميله في موقع راقي الاخوان، هذا الموقع اللي قريب لجميع المرافق اللي كيطلبها الانسان، يعني جاي في سونتر فيل، كل شيء قريب لك واخا ما تحركش الطوموبيل، كل شيء قريب لك، مدارس بريفي كذلك، مقاهي كذلك، ريستورات، اي حاجه اخواني اخواتي. هنا شفتوا معايا خوتي جماليه ديال الغرف، وشفتوا معايا كذلك مدخله ديال الباب الرئيسيه، هاد الصالونات المبهجين اللي جايين مزيونين ما شاء الله عليهم. كنشكر صاحب هاد الشقه لاستدعائنا اننا نحطوا هاد الشقه الفاخره في هاد القناه ديالنا اللي هي ابارتمون موفاس. تانتوما خوتي عندكم اي حاجه كتخص بالعقار بغيتونا نتكلفوا لكم، مرحبا واهلا وسهلا. بالنسبه لهاد العروس يعني اللي سميتها انا، او هاد الشقه الفاخره، الثمن ديالها اخواني اخواتي وهو 140 مليون، والمساحه ديالها راه حوالي 200 متر، يعني 165 متر. صالونات مبهجين وكذلك كامله مبهجه، اللي بغى يجي يشوفها ما عليه الا يتواصل معنا، نحدوا موعد مع الناس واهلا وسهلا. اخواني اخواتي من هاد الشقه الجميله كنقول لكم حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.